تابع المباريات، استطاع الخليج أن يعود من ملعب ضمك بانتصار ثمين بهدف مقابل لا شيء، واحدة من أجمل الأهداف في دوري روشن للاعبه خالد ناري. نتابع بامتياز، يمشي كرة للأمام، تصل على الجهة اليمنى اللي متواجد فيها ناري، الجبهة النارية حتى الآن. ناري يتقدم في هذه اللقطة بالمراوح، يعدي، يمكن يجرب كرة جميلة، الله، الضربة تأتي، الفرحة تأتي، خالد ناري، نار 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 وشرار. مبروك للخليج، هاردك لضم